الموضوع هو كالتالي، هو دعم شركة الأرز للشذوذ الجنسي. طبعا شركة الأرز هي شركة عربية، شركة الطحينة، هي تعمل طحينة الأرز. وطبعا هاي الشركة للسيدة جوليا، هاي طبعا الشركة في الناصرة. طبعا هذا الاشي عمل ضجة اعلامية، مش انه معروف عنا بالمجتمع العربي غالبيته ما بتقبل الشواذ لاسباب هسه سوف اتطرق لها، سوف اشرحها. بس برضو طبعا تعالوا نتطلع بالاول شو مكونات المجتمع تبعنا، المجتمع العربي اللي ما بتقبله. عمل طبعا حركة مقاطعة كبيرة، في ناس طبعا بقوا ضد هاي المقاطعة، في يعني قسم لا بأس به بقوا ضد هاي المقاطعة. بس طبعا مرة بقول هذا الموضوع عمل ضجة إعلامية. عندنا المجتمع يتكون من مسلمين بطبعا النسبة الكبرى، وعندنا طبعا المسيحية، وعندنا نسبة اللي هي الصغيرة اللي هي من الملحدين. حسنا، طيب معناته تعال نشوف، معناته عندنا المجتمع مبني أغلبه على أساس دينه. طبعا في عندنا عادات وفي عندنا تقاليد. طبعا في الدين الإسلامي وفي الدين المسيحي الاثنين حرام. ف يعني مش لازم الواحد يوجع راسه، هل الاشي لازم اتقبله مش لازم اتقبله. عادة يعني كل بني ادم اللي هو متدين يتبع الدين يقول لك انه حرام. طب تعال هون نيجي. طب في واحد بيقول لك طب اخوي انا مش متدين، انا ليه بدك تيجي تفرض دينك علي؟ يعني طيب بدنا نيجي لسياسة الحرية التي تدعو فيها. يعني سياسة الحرية بتقول انه طول ما دام انا مش ماسس فيك، انا مش مضايقك، فانا حر شو بدي اسوي. طب تعال نفكر شوي. طب باش مثلا اشي غلط اللي انت بتعمله، ليش ما بقدرش اجي انصحك؟ انا ما باجي بالسيف حامله حاطه على ركبتك، لا انا باجي بنصحه بقول لك الاشي غلط او صح. تعال نيجي مثلا، تخيل مثلا اب ام وابن لا سمح الله حبوا يقيموا علاقة، راح تقول لي ايه طب هذا الشيء غلط. طب شو رايك انه مثلا بدات تشتر مثلا هاي الظاهره، وصاروا هسه بدهم يطالبوا بالحقوق تبعتهم، مثلا انه مثلا بيقدروا يتجوزوا ولا شيء. ايه طب ما هو الشيء غلط، الشيء الغلط كان بكى زمان، وكان بكى قبل، كان بكى هسه، وكان بالمستقبل بضل اسمه غلط. الغلط غلط بتغيرش. هاي واحد. شو اصل الشذوذ؟ يعني من وين اجى الشذوذ؟ طبعا اول شذوذ سمعنا عنه احنا في الدين الاسلامي هم قوم لوط، ربنا غضب عليهم طبعا خسف فيهم الارض. الكل بيعرف هاي القصة، بزمش اكل التطرق لها، بس اتطرق لمعلومة صغيرة انه حتى امرأة سيدنا لوط كانت open mind، طبعا بكت متقبلة للامر، بكت داعمة، بس مع كل هذا ربنا خسفها معهم، مع انها هي ما عملتش الغلط، بس بتشفي انها بكت داعمة للغلط. نيجي لتقبل الاخر، هل هو مبدا البني ادم بيقدر يمشي عليه، ولا هو مش مبدا بينفعش البني ادم يمشي عليه؟ يعني عم انا تحيرت. طب شو تقبل الاخر؟ تقبل الاخر هو ببساطه انك انت تتقبل اللي قدامك بكل اشي فيه. طيب هالسؤال مثلا، لو اجاني مثلا بني ادم مجرم اللي هو قاتل، هل انا لازم اتقبله؟ لا مش لازم اتقبله. ليش؟ مش انه بالنسبة لي هذا بني ادم عمل غلط اللي هو كبير. فطبعا نيجي لمسألة الشذوذ، عندنا بالدين هاي مصيبة، هاي مش شي بسيط. يعني هاي مش يعني في له، اعتقد انه الخمر اهون منها، بعرفش اذا اهون ولا لا، بس القصد انه الشذوذ بالنسبة لنا مصيبة، فانا مش لازم اتقبل. فعدين نيجي عن قصة التقبل والحرية وعملية التطبيع. لما الشركة بدها تدعم الشذوذ ماديا، بدها تفوت الاشي بالغصب. طبعا مبين انه الاهالي اغلبهم بكونش موافقين، يعني مبين المجتمع بكاش موافق، ودليل انه عمل عملية مقاطعة. لما انتو بتكون تفوتوا الاشي بالغصب، اولا انتو هيك مسيتوا بحق الحرية اللي انتو بتدعوا فيه. طبعا تقبل الاخر بطل اسمه تقبل، يعني صار اسمه اشي اسمه تطبيع غصب عنك، بدك ساعتها لازم مجبور تكبر. وهذا الاشي طبعا انا مثلا شخصيا ما بقبل فيه، انا لا راح اوقف ضده، انه انا بدي اتقبل بتقبل، بديش بلاش. بعدين اذا الشخص نفسه شايف حاله عامل اشي صح، ليش بيحتاج للاخر مشان يتقبله؟ اذا انت عامل اشي صح، انت شايف انك انت صح، فتفضل يعني مبروك عليك الساحة. يعني ساعتها انت لازم ساعتها تحارب عشان فكرتك، يعني ساعتها اصلا مفروض من وقتها انك مهمكش رأي الاخر. انا طبعا برضو شفت اخو نقطة، نحن نطالب في حقوق الشواذ،
سنة طبعا كعدت شوية فتشر يعني بفتشر شو الحقوق يعني ماشي بتطالب في حقوق، ما هي الحقوق هاي يعني؟ انا يعني هل الشواذ عندنا بالمجتمع بوكلوا وبيشربوا؟ هل الشواذ عندنا بالمجتمع بيقدروا يشتغلوا ويتعلموا ويبنوا ويعملوا اللي بدهم اياه ويشتروا اراضي وهذا؟ طيب تعال نفتش خصوصا، طب شو الحقوق؟ طب يعني هل بيقدروا يعبروا عن رايهم؟ ما شاء الله السوشيال ميديا عندنا يعني اعمل شو ما بدك احكي. مش عارف شو الحقوق يا زلمة، اي حقوق؟ لو سمحتوا اللي بيقول انه طالب في حقوق طالب شو الحق يعني؟ مشان انا كبني ادم دغدغ اجي اناقشك، بعرف اناقشك مش عارف اناقشك يعني الصراحه، انه مش عارف شو بدك يعني بين قوسين. طيب نيجي هسه للمساله الكبيره، مقاطعه الطحينه ضد عدم مقاطعه الطحينه، هل الطحينه مهمه عندنا للشعب ولا مش مهمه للشعب؟ يعني مساله حيرت علماء. هاي نيجي لكل بني ادم تطرق للاشي بشكل سطحي، انت بني ادم يعني سطحي الصراحه يعني مش عارف شو بديش احكي معك، بديش احكي معك انا. نيجي مفهوم الطحينه، مقاطعه الطحينه هو بكاش مفهوم اللي هو سطحي، هو بكى مفهوم اللي مبني على مبدا وعلى اسس وعلى دين وعلى فكر. اذا انت فتش انه بس قصه طحينه ولا مش طحينه، على الدنيا السلام. نيجي طيب في ناس مقاطعة رأيها الشخصي، في ناس غير مقاطعة برضو رأيها الشخصي، بس ليش مثلا الغير مقاطعة بدها تقول للمقاطعة انكم انتم ناس متخلفين؟ ايه طب وين الحرية؟ طب انت عم تتهجم، انت ايش مسيت بكرامته للزلمة؟ طيب تعال نقول بس ده كلك ملاحظة صغيرة يلي تفكر انه عدم المقاطعة هو الانفتاح يعني والازدهار، بس ده كلك شغلي الانفتاح والازدهار بالعلم من فوق مش من تحت، تمام حبيبي؟ بجوز مثلا انت بتدعم لافكار معينه، يعني انت حر تبغى تدعم ما تدعمش، اما تقعدش توصف غيرك بالمتخلف. ف واقول لك شغله، الكلام من صفه المتكلم، ومن هون بنشمل للنقطه اللي بعدها. ايوه هاي النقطه اللي احنا بنحبها، بنحب نلعب على الوتر الوطنيه والتفرقه والتحسيس، انه هاي طبعا بيلعب عليها عضو الكنيست ايمن عودي. ايمن عودي بيقول ويلفق اتهام لشعبه انه هو شعب منافق. ليش شعب بيقول انه شعب منافق؟ بيقول طب انتوا بدكم تقاطعوا شركة الارز. طيب تعال نفكر شوي شوي شوي، طب مو هاي مش الشركة الوحيدة اللي تدعم الشذوذ، في عندك كل هذول الشركات اللي هون تدعم الشذوذ، طيب ليه مثلا ما تقاطعوهن؟ طيب تعال لاجي احكي لك يا حبيبي صديقي، حتى لا مش صديقي يعني، ايمن، الى ايمن عودي يعني بحب اخرفك، انه احنا مشكلتنا انه الشركه بكت عربيه، مش انه الشركه بالاول تدعم، مشكلتنا بالاول انها عربيه وتدعم الشذوذ، مش انها تدعم الشذوذ من دون عربيه. فلو سمحت تنساش هاي النقطه مهمه. اثنين اقول لك شغلي، انا جيب لي حليب مثلا، جيب لي صناعه محليه حليب من هنا غير شركة الشطرنج، وصدق اللي اشتري منه. هو في عندك نقطة مهمة، نقدر احنا شو نعمل مثلا؟ مش نقاطع الشركات، تقدر تقاطع السوبرم، يعني مثلا بدنا تروح على الشوفرسال عرامي ليفي، تقدر تروح على المشهداوي، تقدر تروح على طبعا سوبر ماركت البلد، وانا طبعا بشجع على هاي الخطوة يعني. فانا طبعا برضو من هنا بقول كل الاحترام للمشهداوي لانه ازال الطحينة، فانا كثير بوافقك، بنزل لك الطاقية احتراما لإلك. انا لما بقول انه انا مثلا ما بتقبل فكرة الشذوذ، طبعا عندي مبدأ ديني، انا رايي اغلبه ديني، فديني بحت اغلبه، بس بحب برضو اجيب المنطق وافكر انه مش انه طبعا الدين زينة العقل. تعال نشوف لما انا بعارض مثلا هاي عندي مسألة معينة بديش اياها بعارضها، ماشي، انا بعارض الفكرة، هل انا سوف يعني هل انا راح اروح واتهجم واضرب واسب؟ لا، فكل المسبات اللي صارت بين الطرفين هي غلط فادح طبعا، وغلط كل بني ادم، كل اناء بما فيه ينضح. كل بني ادم تكلم عن نفسه، ما تكلم لا عن بدو ولا البني ادمين اللي ناقشوا الشغله بشكل حضاري، جابوا مثلا اشياء ادله، وهذا هذول البني ادم واحد لازم يروح يقراهم ويسمعهم، مش بني ادمين على الكومنت بقعد يسبوا على بعض. انا هذا يعني هذا في حتى مش رقي، هاي مش طرق نقاش، احنا بدناش نتقبل، بعرف انه هذا خط احمر واحنا مش رايحين نتقبل، ماشي، بس بتصيرش تروح تسب على الطرف الثاني، لانه هذا بس يدل، واذا سوف يدل على شيء فهو دلاله بما دل دل انك انت بني ادم يعني مستواك
واطي يعني، لما تحكي انت بهذا المستوى فهذا هو مستواك. فبقط يعني عن جد نصيحة للكل اللي مثلا انت مثلا معارض فكرة، ما بتروح تسيب بتروح شاب، بتروح تشرح اشرح فكرتك، تجيب ادلتك غير هيك اسكت. انا بقول بين قوسين المجتمع بده غاي، فلا ايمن عودي ولا غيره بيقدر يكسر الشعب، مشان عندنا المجتمع مجتمع محافظ اغلبه طبعا، ومش رايحين تنجحوا انتوا يعني. اقليه بدها سياسه التطبيع غصب عنك بدك تتقبل. انا لا ما بديش اتقبل، انا حر اتقبل ما تقبلش انا حر. بنفس الشغله انا اقاطع ما قاطعش انا حر. انا لما قاطعت كل انت ضريت الشركه وكسرتها، هذول مصارية بالاخير انا حر فيهن يعني، مش انا مش مكتوب عند مصارية لازم اعطيهن لشركه الارز يعني. وبرضه اخر نقطه شغلي ان صغير احنا قاطعنا اهم شغله، قاطعنا الارز لانها عربيه، وبرضه انت لما بتقاطع الاشي اللي بتقدر تقطعه. فانا لما فيش هون بالبلاد شركه حليب ولا ملك ولا شيء مثلا من منتجات الالبان غير شتراوس ويوزفاتا، فانا مجبور يعني اشتري منهم بالاخير، فعشانه مجبور اعيش. بس مثلا في عندي طحينه الارز، في عندي 5000 نوع طحينه، وهي الطحينه مثلا هي بدها تدعم هذا الشيء، انا حر يا ساتر، انا حر بدي اقاطع ولا بديش اقاطع. فبتمنى انه فهمت وجهه النظر من وين اجت. وطبعا كلياتكم مرحب فيكم للنقاش، وحتى بشكل شخصي اللي بحب يتوجه لي ونناقش بشكل شخصي اهلا وسهلا فيكم. وشكرا لكم شاهدتوا الفيديو، والسلام عليكم.